واحد معروف يا احمد ابو مين بيعمل فيني هيك؟ هذا مجنون سيدي، لو انا مجنون ما بيتصرف هيك تصرف يا سيدي. كتبت الفرخيه للشرطه العسكريه بعتوها. كتبتها يا سيدي جاهزه. يلا روح. يلا يا سيدي. يا سيدي اسمع بك، يا سيدي بان من تحت الارض، دخل على الله من تحت الارض، دخل على الله ابني بان، بدي ابني نضال ابني بان ولك حيوان. اخ يا سيدي بدي كل المعلومات بتعرف عنه من يوم اخذت لهلا، بدي كل المعلومات من وقت ما جيت وعملت حالك بطل لعنا مثل الكلب، فهمت ولا لا؟ والله يا سيدي كل اللي عندي قلت لك اياه، ما بعرف شيء غير اللي قلت لك اياه يا سيدي. في شيء لسه ما قلته؟ تاخذوا لي هذا الكلب على المرحاض تبع السجن، بدي اياه لحاله، بدي اياه لحاله، بدي اياك تنقع مظبوط هيك، لانه في شيء سري بيني وبينك بدي اقوله. يا سيدي بتعرف انت؟ سيدي داكر على الله عليك. يلا روح. شو؟ أطلق النار عليه؟ أنا جاي فورا. إيه كيف بلشت القصة؟ ما بعرف سيدي، كنا نايمين وطلب المقدم معروف اجتماع الساحة. نزلنا لقيناه عم يحلل شعره. بعد ما بلش يعاقبه هب هذيك الهبلة وصار بيصير. عسام عنده موبايل؟ إيه سيدي عنده. شو رقبوه؟ حاولت أقله كتير بس ما كان يقدرني. سيدي بعت له رسالة من جهازي وقال له أنا المقدم فايز، رد علي فورا، بدي أفهم شو صار معك. خالص الله يستر الله يستر. غلطت يا عزام، بعرف بس ما احسن تتحمل حالي، هذا اللي طلع فيه. شو الحل؟ حل شو؟
رح تكبس الشرطة العسكرية على البيت. هاي إذا ما شفناهم هلأ فاتوا من الباب. طيب إذا رحت لعند سيادة المقدم وترجيته تنحل؟ لا بابا لا، ما بدي إياك لا تروح ولا تجي. بس الموضوع كبير ولازم ينحل. حكى معي مقدم ابن حلال عنا بالفرع وناطر منه تليفون، بلكي على إيده إن شاء الله الله بيفرجه. أعطيني رقمه. لا بابا خليه هو يحكي. هات رقمه. طيب فيك تحكي من عندي. عامر الو. يسعد اوقاتك سياده المقدم، انا والده العزام. اه اهلا وسهلا يا عم. سيدي انا ابني غلط وبعرف غلطه كبير، بس إلي عشم فيك كبير انك تساعده، وتساعد هيلي على باب الله، وانا مستعد كون خدام لك طول عمري اذا بتساعدنا يا سيدي. يا عم يطول بالك، انا عم بشتغل بالموضوع والله يقدرني لحتى ساعده. الله يخلي لك ولادك، انا ما عندي غير ولدين، واذا بيروح على تدمر والله بتموت العيله كلها. بوس ايدك، بوس ايدك تساعدني يا سيدي. يا عمي هدي حالك وطول بالك، انا عم بشتغل بالموضوع وان شاء الله ما بصير غير كل خير. طيب سيدي هلا شو خليه يساوي؟ هو بالبيت؟ اه لا سيدي مو بالبيت، بس بحسن اوصل له. طيب خبره انه ما ينام بالبيت ولا ببيت حدا من قرايبينه، وانا بحكي معه او بحكي معك كونه الموبايل بايدك. طيب سيدي راح خبره وليكو قدامي، والله يكون معك وتساعد هالفقراء وتكون سند لإلهم. ماشي انطور مني مكالمة.
سيدي؟ ما لقينا حدا سيدي. سيدي ما لقينا حدا. وين هو ابنك لك حيوان؟ ابن بالجيش. ابنك فاري، ابنك خاين. سلمناه بارودة رح أطلق نار على محلينا بالفرح. هاي تربايتك انت أم مهندسة. سامع من ايه؟ سافر من حط مثلك مثل أمه شكون تجيبه؟ مثل ما يدافع عن وطنه روح يقوش على محلينه. لك لك انت اسرائيلي ابنك؟ اسرائيلي؟ ابن الحلال هذا سوري ابن سوري. فشرته لك؟ لو انك سوري كنت عرفت تربيه، ما كنت طلعته خاين ايه؟ طلعونه لك. انت واحد حيوان مثل اخوك ولك. وجع كمان مثل الناس. يا مثلكم لازم ينتاسوا بالصفات، طلع. وينك ولا؟ ابنك لازم يسلم حاله، ولا والله كل يوم نجي بنعملكم مثل هذا البلد وبنمسح بكرامتكم الاراضي، فهمت؟ عاوني. ما قدرت انزل. سامحني بشان الله يا ابي. ابي ليش ما عم اسمع صوتك؟ ان شاء الله احكي لك شي كلمه. صراخ ضربني، قتلني بسبب خليتي. ان شاء الله سامحني. سامحني صوتك يا ابي ان شاء الله.